ربنا قال قل أندعو من دون الله، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وذكرني برضو آية تانية، ربنا قال عن المشركين لما سمعوا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فدا حميدة مشغل المديح وقال أبونا البري ما وصوا الطيور على أشكالها تقع، فعلا أبوك لأنه بتدافع عنه بالباطل. ونبشرك تماما لا البرعي ولي ولا المكاشف ولي ولا الصايم ديما ولي لله تبارك وتعالى، ديل أولياء شياطين لأنه أقوالهم التي سطروها تدل على ذلك. و دي مقدمة، وأنا دار أقف مع آيات من سورة لقمان. قال الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه الآية تلاها النبي عليه الصلاة والسلام قال وقال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، قال لا يعلم، وتلا هذه الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. والحاجات كلها البرعي سقط فيها، البرعي دائما شغال معارضة ومخالفة للقرآن والسنة، ودي حاجات ربنا اختص بها ما في زول يشاركوا فيها ولا في أحد ولا في ملك ولا في نبي ناهيك عن غيره من الناس. طيب ربنا قال إن الله عنده علم الساعة، الساعة لا يعلمها إلا الله. قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، المطر بنزل الله. الصوفية قالوا لا زي ما قال الخنجر الضال المضل، قال عندنا شيوخ بنزل المطر وإنت تدفع البياض بنزل المطر والمطر ذاته بنزل على حسب الطلب. طيب يا صوفية إذا كان بتنزل المطر من السماء نزل العيش في الأفرام، ما قلت بتنزل المطر نزل الدقيق، يا كذابين يا مفترين والله الذي لا إله غيره. هذا الكلام ما قاله أبو لهب ذاته، ما قال كلام زي ده، ما قال في شيوخ بنزل المطر. وسألنا الخنجر أسئلة قلنا له مطركم انتو بينزل فياتو شهر، مطركم بينزل فياتو أرض، غاية المطر اللي بينزل في الأرض ده كله ده حق ربنا، ما في مخلوق عنده فيه حاجة. ومطر ربنا بيجي في الخريف انتو مطركم بيجي 200 يا صوفية، هل مطركم فيه رعد ولا ما فيه رعد؟ مطر ربنا فيه رعد وفيه برق، انتو مطركم فيه برق ولا فيه رعد؟ يا كذابين يا مفترين. وبرضو البرعي خالف قال ويعلم ما في الأرحام، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. تجد في كتاب الصوفية في كتاب أعلام الطريق بتاع عبد الرحيم الزريبة
في الكتاب ده مدح الكباشي، البرعي مدح الكباشي وقال الكباشي يهب الذرية، وكلام باطل. نرد عليه بآية واحدة من القرآن، ربنا قال في سورة آل عمران: وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لكن عبد الرحيم الزريبة قال كباشي كم أدى ولد، كباشي يربط ويحل في كل محل، كم أدى طفل غير مس تفل، كباشي المتوكل لأمر يكل. قال الزول الداري توكل اتكل شغلته على الكباشي، ونحن شغلتنا بنرفع لله تبارك وتعالى. لا كباشي ولا مكاشفي ولا برعي ولا صايم ولا غيره من هؤلاء الضلال الذين أضلوا البلاد، أضلوا العباد في هذه البلاد. فده حميدة بيفسر في مصر المؤمنة، قال قصيدة البرعي مدح فيها الأولياء و يا زاد ده ما خلى له الراجل وما خلى له مرأة ما نادى. وعار عار عليك يا برعي تنادي النسوان، قالوا ما تنسى شعوانتي وندعوك بسيدتي هي زينب عمدتي. يا برعي انت بتنادي في الحريم، وربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، في آية واحدة قالت ربنا ينادوه بواسطة فلانة. لكن هذا الرجل لتعلم أنه داعية شرك وداعية كفر وداعية ضلال، وزي ما شايف الدليل مبسوط وشغل الأعاجبة وفسر فيها. والله ده أكبر دليل على أنه التصوف على باطل وأنه على ضلال وأنه دعوة إلى الشرك. نحن في المحل ده بنقول للناس اتوكلوا على الله، نادوا الله، اذبحوا لله، خافوا من الله، ارفعوا كل حوائجكم لله. وده داير قال يمسكنا في مصر المؤمنة. هسه وين صاحب مصر المؤمنة ذاته؟ وين البرعي؟ حي ولا ميت؟ ميت. طيب ليه ما قدر يعالج نفسه لما جاته الحصوة وما خلى له مرة ما نادى وما خلى راجل لحد ما قال هيا ابو التايا وحامد بعصايا زيلوا الحصايا وامرت كلايا. فالغيب الأرحاء الأجنة يخلقها الله تبارك وتعالى، لأن ربنا قال في سورة الشورى أيضا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني انت بكرة تكتسب شنو ما بتعرف. لكن الصوفية يدعوا انهم يعلمون الغيب، زي ما قال عبد الرحيم الزريبة في قصيدة في ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، قال قوماك نزاور الاولياء الاقطاب لهم نشاور، لحد ما قال منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. وده يقول لك قال ما يدعوا علم الغيب، هم مش قالوا مدعين علم الغيب، الصوفية هم قالوا هم المتحكمين في الكون، وقالوا هم البنوا السماء، زي ما قال المرغني قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم يطفيها. وفي كتاب النور البراق في مدح النبي المصداق قال ومن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام بلا ريب وإشكال، لحد ما قال أنا الجليس، شوف المجرم ده قال أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب. تقول لي ما بيدعوا علم الغيب يا حميدة؟ ده قال لك قال وقال في قال أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا، قال بيعلم الغيب بالتفصيل والإجمال. والكتاب رياض كتاب النور البراق يا هدى له، ده كتاب النور البراق في مدح النبي المصداق تأليف خاتم أهل العرفان مولانا السيد محمد عثمان المرغني في الصفحة 125.
في الصفحة 125. انت بنتك دي لسه ما طلقتها حميدة؟ البنت دي مما جينا المحل ده بيشغلها، البنت دي ذاتها فترة وتعبت منك، ما عندك موضوع الا تشغل البنت دي، لكن تدي الناس آيات وحديث ما في. ابونا سوى وابونا طار والوهابية والوهابية، ده كتاب النور البراق لحد ما قال لذلك عاش الكون. اسمع كلام المرغني ده كلام باطل وكلام كفر بالله تبارك وتعالى. قال لذلك عاش جميع الكون في كنفي، ده قال الكون كله عايش في كنفه، لذلك عاش جميع الكون في كنفي، فالطول طولي واهل الفضل اطفالي. قال فاستفتحوا بي باب الله يقبلكم ويوصيكم بتقريب وايصال، واستمطروا بي بباب الفيض يغمركم بوابل الكرم القدس في الحال، واستمسكوا بعراء لا انفصام لها واستوثقوا بمقاليدي واذيالي. قال فمن تمسك بي او حل في حرمي نال المرام بلا ريب واشكال، انا الجليس على العرش المحيط به كما احط بالغيب تفصيلا واجمالا. قال محمد الحسن الطوط الذي ثبتت امامتي في جيوش الموكب العالي، ده المرغني بيدعي انه يعلم الغياب تفصيلا واجمالا. تعال رد عليه ده يا حميده، رد على المرغني الذي قال انه يعلم الغيب تفصيلا واجمالا. وفي كتاب طبقات الشعراني، في كتاب طبقات الشعراني او في طبقات الضيف الله عفوا، قال الاولياء على ثلاثة درجات، قال الاولياء ثلاثة درجات، قال الصغيرة ان يطيروا في الهواء، اصغر ولي بتاع صوفية قال بطير في الهواء وما حصل يوم واحد شفنا لنا صوفي طاير، لاقاكم انت خفاش يا صوفي تطير. قال الصغرى ان يطيروا في الهواء وأن يمشوا على ظهر الماء وأن ينطقوا بالمغيبات. قال لك الولي الصغير نمرة واحد ده الصغير، قال لك بيمشي في الهواء بيمشي في الموية. تعال اعمل لنا بيان بالعمل يا صوفي، تعال اعمل بيان بالعمل، تعال طير في الهواء، تعال طير، والله ما تطير ننجمك نجام يا صوفي. لذلك قال والصغرى قال والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية بحيث يقول للشيء كن فيكون. والكلام ده برضو ود الكباشي جابوه في التلفزيون في قناة النيل الأزرق، قال أبونا الشيخ إبراهيم الكباشي ربنا أداه كون فيكون في لسانه. طيب إذا كان أداه كون فيكون في لسانه كان يقول للعيش أبقى يا عيش 15 عيشة بجنيه، ولا أنت ما بتحب الخير للشعب السوداني ولا عجبك المعاناة يا صوفي؟ لكن لتعلم ان هؤلاء لا ما عندهم اي حاجه، تعرف تماما انه الصوفيه ما عندهم اي حاجه، وكل الكرامات المنسوجه حول هؤلاء الشيوخ انما هي خيالات وخذعبلات لا حقيقه لها في ارض الواقع، دي كلها شفتها من وحي الشياطين. ما في واحد صوفي فيه فائده يقول لي العيش ده ابقى 10 عيشات بينه، ما في. انتوا ما بتحبوا الخير للناس يا صوفية؟ وده قال ربنا اداه كن فيكون في لسانه. طيب قولوا كل اسرائيل تكون دكوة ولا تكون فجل ولا اي حاجة يا صوفية، كذاب ومفتري، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. ربنا قال في القرآن وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال الله تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. والله يا حميدة والله الذي لا إله غيره لو اجتمعوا الصوفية جوا السودان وبر السودان كلكم ما توقفوا دعوة التوحيد، ده دين ربنا ودي دعوة ربنا ما حق الزول. الله ممشيها رغما عن أنف أي صوفي حاقد، رغما عن أنف أي إخواني حاقد،
رغما عن أنف أي بلاغات حاقد ده دين الله. ربنا قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله حسيبا. ده دين الله يا زول، ده دين الله يا زول. ربنا قال في القرآن، شوف القرآن ده متين كيف، ربنا قال في القرآن قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. نحن نقول للناس امسكوا في الله، وحميدة يقول للناس يتمسكوا عبد الرحيم الزريبة وابونا عبد الرحيم الزريبة وابونا التجاني، كلهم ضلال ودعاة ضلال يدعون إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. ربنا قال الله خير أما يشركون. وشوف الحاجات اللي بيعملها ربنا، في واحد من شيوخ الطرق الصوفية يقدر يعملها؟ ربنا قال الله خير أما يشركون، أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. في إله مع الله؟ خلق حاجة من السماء عشان ينادوا ولا عشان يتوكلوا عليه ولا عشان يستغيثوا به ولا عشان يطوفوا به قبره؟ يا ناس ده دين ربنا وده القرآن. نخاطب هؤلاء بالقرآن وأبوا إلا أن يتمسكوا بما كان عليه شيوخهم من الضلال ومن الشرك ومن البدع التي أحدثوها في دين الله تبارك وتعالى. ربنا قال بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا أجعل الأرض قرار منه؟ ربنا قال في القرآن في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. وربنا قال في سورة الملك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، دمنه ده الله ولا الكباشي؟ ده الله ولا المكاشي؟ وين الليلة شيوخ الطرق الصوفية دل؟ كلهم ميتين ما يقدروا يدافعوا عن نفسهم إلا يدافعوا لهم أمثال حميدة، وما عندهم حاجة وما بيقدروا، لأنه المرة الفاتت لما جدعنا له السنارة وابتلع الطعم دخلوا يتنجم نجام لحد ما بقى مسكين، وآخر النهاية قام شارد وهرب ولا وله ضراط. والله نجمه ولسه السنارة قاعدة بنجدع لك طوالي، دار تخش تعال ثاني، دار تخش تعال ثاني، عشان برضو مبين للناس حالك وضلالك وانحرافك وأنك تدعو إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. الصراحة والله جد تدعو إلى الشرك، رضيت ولا ما رضيت؟ عشان كده ربنا قال بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ في إله مع الله بيجيب دعوة المضطر؟ في إله؟ والله ما في. لكن عند الصوفية عندهم شيوخهم متصرفين في الكون ومتحكمين في الكون، وهم اللي بيدوا الجنة وهم اللي بيعلموا الغيب وهم اللي بينزلوا المطر وهم الذين يهبون الذرية، وكل ذلك باطل لا حقيقة له. ده كله شغل حق ربنا، والله ده شغل حق ربنا، لا حق واحد من الجماعة بتاعيننا السودانيين ولا البر المستوردين، ده شغل بتاع ربنا. الرزق عند ربنا، الإحياء بيد الله، الإماتة بيد الله، الذي ينزل الأمطار هو الله، والذي يعلم الغيب هو الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. ودي آيات قوية جدا نخاطب بها هؤلاء المساكين. عشان كده مفاتيح الغيب خمسة ما يعلم إلا الله. ربنا قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت.
ما في زول بيعرف نفسه بيموت 200 ولا بيموت وين؟ بيموت وين وبيموت 200. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والكشف متواصل للصوفية والأخوان المسلمين بلاغاتية غيرهم، فالمحل ده هنا محل دعوة للتوحيد وتعبيد للخلق لله وتخليص العباد من عبادة الشيوخ وعبادة الموتى وعبادة القباب التي نشرها التصوف والتي يدعو إليها أهل التصوف. ولكن الله تبارك وتعالى متم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، الله بينصر دينه. والله جد الدين ده حق ربنا، الله بيتولى حفظه والله يتولى الدفاع عنه. والله مهما كان عندك من القوة وعندك من الجاه والسلطان فلن تستطيع أن تحارب دين الله تبارك وتعالى. ربنا قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ ألم تر آيات كثيرة جدا والكلام يطول.